يا مازن ما تلمسنيش. ملمسش يا في عدوى، انا لحقت اعمل حاجه؟ انت تعملي مكسوفه؟ لا مش مكسوفه، بس انا متضايقه. ايوه انا عارفه ان انت اتغيرت، انت بطلت تحبني يا مازن. يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط، الحب ده كان زمان، دلوقتي احنا هنعمر الارض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا ليه ما سافرناش نقضي شهر العسل في اي حته حلوه زي ما الناس كلها بتعمل؟ يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا كلام فيه؟ ايوه انت اتكلمت معايا وقلت كلام كتير قوي، بس انا ما وافقتش على اي كلمه من اللي انت قلتها. طيب معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا، ممكن دلوقتي نركز في اللي احنا فيه ده؟ حب بقى ونطلع بعض يعني. ما انا بتكلم في الحاجات دي، في الحب والسعاده، بس انا حاسه ان انا مش سعيده يا مازن. كان نفسي اقضي معاك الليله دي في حته حلوه، نكون احنا الاثنين ما رحناهاش قبل كده. تايلاند مثلا، ايه رايك في تايلاند؟ تيجي نروح هناك؟ يا دي النيله يا بنتي، قلت لك معيش فلوس، في ايه؟ ما ينفعش اطلب من بابا اكتر من كده، الراجل دفع في الفرح وفي العياده. يعني العياده اهم مني؟ حبيبتي يا حبيبتي العياده دي مستقبل. وانا يعني الماضي اللي خلاص خلص؟ طيب يا حبيبتي ليك عندي بكره الصبح نطلع العين السخنه. ده لو رايحه رحله مع الجامعه مش هطلع العين السخنه. طيب اسكندريه؟ مازن انت عايز تعصبني يا مازن؟ طيب يا حبيبتي طيب معلش. بصي اوعدك بكره الصبح ان شاء الله هحاول اقلب من بابا اي فلوس، ما ينفعش اقلب من بابا. ماشي؟ لا انت تروح تتكلم معاه دلوقتي. اكلم ايه يا عارف انت اتهبلتي انت التانيه؟ في ايه اخبط عليهم دلوقتي اكلمهم يعني؟ ايوه تروح لهم دلوقتي واعمل حسابك بقى مش هتقرب مني غير لما تتكلم مع باباك في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش هتلمسني غير في تايلاند. مش هلمسك الا في تايلاند؟ يا ستي بلا تايلاند بلا الهند، انت هتعملي لي فيها كيم كارديشيان؟ مازن مازن بلا زفت، ايه الجوازه دي؟ ايه يا ابني اللي نايمك هنا؟ سايب اوضتك ليه مش نايم مع عروستك؟ لا ابدا، لقيت لون البدله مش ماشي مع ديكور الاوضه فقلت انام هنا، افخم برضه. اه يعني عايزني اغير لك ديكور الاوضه ولا ايه؟ انت بتهزر يا بابا، اتخانقت مع دعاء وسبت لها الاوضه. ياه دي ابتدت بدري قوي، دعاء كده شكلها مش هتخاف ظل فيها. يا بابا والله العظيم دعاء كويسه، هي مشكلتها بس ام تطلعاتها دي اللي عايزه تتقصص. يعني ايه؟ ما تبص لغيرها يا بابا، عايز تبقى زي اصحابها. هي معاها حق بس لازم تراعي ظروفي. يا ابني انت عمال تقول حاجات وعكسها، انتوا اتخانقتوا ليه؟ عايزه تسافر تقضي شهر العسل بره مصر وانا معيش. سهل جدا ان انا اقول لك خد، بس كده هبقى ببوظ حياتك. ما هو مش كتير برضه، هما تلات اربع ايام في تايلاند يعني، ولا كتير ولا ايه؟ لا مش كتير، بس مين اللي هيسوق؟ مين اللي هيمشي كلمته في البيت في الاخر؟ هو ده السؤال الاهم اللي لازم تساله نفسك. دعاء كانت عارفه من قبل الجواز انكم مش مسافرين، صح؟ اه طبعا احنا متفقين على كده. ايه اللي خلاها تاجل الكلام في الموضوع ده لحد ما الفرح يخلص؟ معرفش يا بابا، يمكن هفت على دماغها او اي حاجه، اكيد يعني مش مخططه لكل ده. يبقى انت كده يا ابني مش فاهم الستات كويس. الواحده من دول تستنى لحد ما نقطه الضعف تبان وبعدين تضغط عليها وتقعد تعيط بقى ودموع لحد ما تصعب عليها وتفتكر انها معاها حق، واحده واحده كده وهي اللي تسوق. يعني ما سافرش تايلاند؟ مشي كلمتك اول مره، هتمشي كل مره حتى لو كان كلامها هي اللي صح. سلام. استنى ايه؟ ابوس. انت جاي تتشطر علينا؟ لا روح تشطر عليها جوه. اهلا. مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل. ازيك يا زهر؟ ازيك يا رحمه؟ اتفضل يا حبيبتي. اهلا يا عبال. ازيك حبيبتي؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا حنان بنتي. كده برضو ده اسمه كلام؟ هو احنا مش كنا اخوات قبل ما احمد بنتك يا عفاف؟ برك عليكي بقى في الموضوع ده، لو دعاء اشتكت مني هتبقي حن، لو ما اشتكتش منك هتبقي اختي وحبيبتي كمان. عاجبك اللي بتقوله ده يا عمر؟ والله يا خالتي انا مش قلقان منك، انا قلقان عليكي من دعاء. شوف الواد بدل ما يجي في صف اخته جه مع خالته. انا بقول الحق، هي دعاء كده قويه ومفتريه زي امي. الله يرحمك يابا. الحمد لله لقيت حد في صفي. عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه يا طنط؟ ده كلام برضو؟ حد يجيب لي نفس وجع الدماغ؟ لا ما تصدقيش الهجص ده، دي هتموت وتتجوز. ما تتهد بقى. ايه يا ماما؟ ما تشوفي ابنك اللي كلامه زي السم ده. بكره تتجوزي وتتهني
ولو ان انا زعلانه منك، معقول برضو ما تحضريش الفرح؟ والله يا طنط انا كنت تعبانه قوي، كان عندي مغص فظيع ومش قادره اقف على رجلي. هي ماما ما حكتلكيش ولا ايه؟ بلاش الثقه دي قوي، زمان امك فضحتنا وقالت كل حاجه. تصدق ان احنا غلطنا ان احنا جبناك معانا؟ يخيبك بيت، في حد عاقل يعمل كده برضو؟ يا ماما انا اتجوزت مازن عشان احقق كل احلامي، عايزه اخش دنيا جديده، دنيا غير الدنيا اللي انتوا عايشينها دي خالص. يا منكوسه كده هتخرجوا منها قبل ما تدخليها، ما اتعلمتيش من اللي حصل لملك؟ لا ملك دي حاجه تانية خالص، دي شكلها معقده نفسيا. ما هي هي اللي عاملين بتفهم، واخرتها ايه؟ اتطلقت. وبعدين انتش عارف بالكلام ده يا بنت. انت هتسيبي دعاء وتمسكي فيا ولا ايه وانا مالي؟ حب جوزك عشان يحبك، خافي عليه خاف عليكي. مازن طيب وابن حلال، ما تخربيش على روحك. يعني اعمل ايه طيب؟ اقول اني رجعت في كلامي؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت اول ما يلطف معاكي تضحكي في وشه. هما الرجاله كده كلهم عاملين زي العيال، اقل حاجه ترضيهم. ايه رايك في الكلام ده يا لولا؟ امي كلقتني قوي. انا ماليش دعوه يا دعاء، انت حره عشان ما ترجعيش تقولي لولا هي السبب. انت بتاخدي راي مين؟ هي لو كان كلامها صح كان ده يبقى حالها. ماله حالي؟ ما انا زي الفل اهو، عايشه ملكه نفسي، لا واحد يتحكم فيا ولا يدخل عليا. مازن مش بخيل، وكلامه عين العقل، وكلامك ده هو اللي خلاكي قاعده جنب زي بيت الوقف. ده انا وانا قدكم كنت جاي باكل التلاته. يا ماما لو ما بطلتيش كلامك ده انا همشي واسيبكم. صحيح يا ندلة يا جبانه فكرتيني، مش تيجي فرح اختك؟ بدل ما تيجي الفرح وتمسكي لي ديل الفستان عملتي لي فيها نايمه وقعدتي في البيت. انا كنت تعبانه، وبعدين هو يعني فرق معاكي؟ تعبانه ولا غيرانه؟ منكم لله يا ولاد لحلح، بطلوا نقروا وخلونا نخرج يمكن نصلح اللي عملته الهبله بنت الهبله دي. يعني فشلت يا زوز؟ هو انت ليه مبتسم وانت بتقولها؟ يا ابني بقول لك شديت معاها فسبت لها الاوضه ومشيت. يعني انت امبارح قضيتها سميره سعيد؟ انت جاي تهرج ها؟ ولا انت اخويا الكبير، خدها على جنب وفهمها ان اللي حصل ده ما ينفعش. انت عايز الحق؟ انت بقى كنت تروح لطشها قلمين في باك ورد سمر سولت في هيد لوك كده تعطشها. يا عم انت سمر سولت، انت عايز نضرب اختك ليله دخلتها؟ يبقى تاريخ اسود على دماغنا. ياض اسمع كلامي، قلمين حلوين بس بقى وانت بتديها القلم بالحته الطريه اللي في كفك كويس على خدها هنا، وما تخبطش في العظمه اللي فوق عندها، لحسن امي مره ضربتها فيها دخلت لجوه بقت البت شبه محمود القلعاوي. انت طبيعي يا عمر. الف مبروك يا مازن يا حبيبي، تعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. لا لا يخلفوا ايه؟ ده كانوا بيذاكروا امبارح. قوم يا عمر قوم، خلي العرس يقعدوا جنب بعض. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي اقعدي جنب عريسك. خش خش يا حبيبتي خش. وخايف اوعدك ما وفيش، اقول لك في تلاقي ما فيش. حبك المسخره اللي احنا فيها دي؟ سوري يا بيبي. انتوا بقى هتتغدوا معانا النهارده؟ لا نتغدى ايه؟ احنا جينا نطمن وماشيين على طول، مش عايزين نبقى عوازل. هي ملك فين امال يا طنط؟ مش باينه من الصبح. خرجت من بدري، وقيت انها رايحه تعمل مفاجاه للعرايس. عرايس ايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص خلي طبق مستور. عمر كل جاتوه. طبق مستور ايه؟ هو في حاجه انا ما اعرفهاش؟ لا ازاي كل ده؟ ازاي؟ ده ابنك الرهوان امبارح. مش كده؟ طبعا طبعا. ايه ده يا اختي؟ انتي العيله كلها متجمعه. عقبالك يا مكة، ربنا يخليك يا طنط ميرسي. عقبالي انا وانتي. عمر انا اقصد يعني انتي تتجوزي حد وانا حد تاني، يعني انتي تتجوزي راجل غيري وانا اتجوز اي كلب. انتي كنتي فين امال يا مال؟ كنت بجيب دول. دول حضرتك تذكرتين سفر شامله الاقامه للمالديفز. مكة حبيبتي مبروك يا روح. الله يبارك فيك. ميرسي. ربنا يسعدك قوي. تمام معاك المالديف ولا سيادتك مظبوط على تايلاند بس؟ ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ده اخويا. السفريه دي حاجه بسيطه اصلا، يا ريتني كنت اقدر اعمل لكم اكتر من كده. تقدري يا مكة، وانا عايزاكي تساعديني. اساعدك في ايه؟ هو في حاجه؟ مازن مصرف قوي يا ملك، تخيلي انه كان مصر ان احنا نسافر تايلاند. قعدت اقول له نروح العين السخنه او حتى اسكندريه، مش مشكله احنا فين، المهم ان احنا مع بعض. انا عايزاه يحوش فلوس للعياده. يا حبيبتي ما هو بيعمل كده عشان عايزك تبقي مبسوطه. السعاده مش في الفلوس، السعاده ان هو يبقى راجل ناجح في شغله وان انا بقوم من ناجحه في بيتي. ربنا يحقق لكم كل احلامكم يا دودو. طب قولي لي انا ممكن اساعدك بايه؟ تلغي السفريه دي خالص، السفريه دي هتفتح لنا باب الصرف لمازن. نعم؟ لا طبعا مش هلغيها. يا دودو انا عايزه اعلمك حاجه، ما تخليش عمرك خوفك من بكره يمنعك ان انت تتبسطي دلوقتي. سافروا وبسطوا وتفسحوا، اعملي كل اللي انت عايزاه. ولو حسيتي ان انتوا محتاجين اي فلوس انا ممكن اديكم مبلغ زياده احتياطي. لا بس ما اظنش مازن هيوافق. طب ما انا ممكن اديله فلوس وما اقولوش ايه السبب. هقع بلساني وهقول له، انا ما بعرفش اخبي عليه حاجه وما بعرفش اكذب عليه. طب اقول لك على فكره، تاخدي انت الفلوس تعملي كانها بتاعتك
ويا ستي لو ما صرفتوهاش هناك يبقى رجعها لي، صرفتوها خلاص. انا ممكن اعمل كده بس توعديني انك ما تجيبيش سيره لمازن. طبعا اوعدك حبيبتي يا مكة، ربنا يخليكي لينا. خلي كل اللي يا حبيبتي. انت بجد اختي. طبعا يا بنتي. استني ثانيه هجيب لك الفلوس. ماشي.